كنت انا في محطة في بنزين جاي مستعجل ورا دوام واقول اللي يلعب بنزين عب كذا الا هو بصوبي يقول له هذا خليه يحاسب. فهمت انا من الموقف ان اللي راعي السياره يقول عب لي بعدين احاسب واللي عند المحطه يعبي يقول لا عندنا النظام ما نعبي لك لين تحاسب. لكن انت قلت مبلغ ما قلت فل لو قلت فل ابى اشوف انا بخلي هذا في البنزين بشوف كم وبعبيك. لكن انت قلت مبلغ معين حاسب وابشر بالبنزين. الرجال طبعا ما اشوف انا مغطي بيني وبين الجدار ذا حق البنزين وهو يكلم العامل من جنب التانك حق البنزين. والصوت عالي مرة يعني صوت وإزعاج ده كله ما يدعي موضوع أنا سويت بنزين حاسب وعب. أنت حرامي أنت نصاب والله سوي مدري إيش دكة الشرطة وكلام ما بزين كل تراب وليل ويعود العامل يرد عليه برد وخويه جالس عند الباب حق معاون خوي العامل هذا مع الشبكة في إيده ما يدري هو يحاسب ولا هو يتكلم مع ذا. وأنا أخرني لو بدأ يجي يعبي لي قلت يا بحاترك هذا بزوره ولا ما في معلومه تعال عبي يا اخي بسرعه ما في حيله. فانا افتح الباب بنزل فورع ذا فبكرشه يفارز من المحطه يخلي العامل يعبي النور. يوم حطيت رجلي على الصب والتفت كذا يا رجل والله العظيم حق انجرى شايب وبياض لحيته في وجهه. رجعت ما قلت له ولا كلمه سني ناظرت كذا ورجعت ركبت الموتر يا ولد عبى ذاك مشى ما عبى راح. طيب من اليوم ما انت براضي انك تعبي قبل ما تدفع امشي بدل البلبله ذي والكلام الزين وتكسب اثم على الكلام ذا ويمكن معك ضغط يمكن معك سكر يمكن طلع سلاح معك تضرب العامل وانت ما تدري قد دخل نفسك مشكله الشيطان جاء طال عمرك حضر. نعم على سالفه ليش تعبي وتبيني احاسب قبل ما اعبي. يوم شفته كبير والله انصدمت زياده كنت اتوقع انه من الشباب ذول اللي بيلعب على العامل اللي بيروح ولا شيء ولا. ثم بعدين شرحت على نفسي قلت له يوم انا اناظر فيه ليش يوم انزل كان احنا نزلت دي حماس يتخلينا نتكلم عليه بشيء ولا اقول ولا بعض الاحيان الانسان يصدر منه بس نزلت كانت يعني ان شاء الله تبغى الخير. وكم والله من موقف انك حضرته محضر خير وتجي لموت صحيح ذاك الاحيان بطاقه وصلت سلاح وصل ذا يجيك واحد يقول والله بافزع والله بالخير لكن بعض الاحيان تدخل في مشكله صعبه مواطن اللي انك تعدل في انك تحسب فيها حساب كذا شوي انها صعبه تلقى كلمه ولا تلقى شيء منها لحظه غضب كريهه. لكن انا ودي